السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في قناتي قناة كوزين لابيرل. اليوم راح ندير لكم وصفة خبز دونس. هذه الوصفة سهلة بنينة، ما فيهاش مقادير بزاف، ومليحة بزاف في رمضان، خاش تتسقى بالعسل وهايلة بلاتاي، توالم بلاتاي بالقهوة، مي سورتو بلاتاي. نبدأ بالمقادير. بسم الله، لازمنا 3 حبات بيض، كيس خميرة كيميائية، كيس فانيلا، مبشور ليمونة وحدة، ملعقة أكل زبدة، كأس لوز أو جوز أو جوز الهند كيما تحبوا، مش عندكم ديروا، أنا اليوم راح نديرها باللوز. وعندنا حبة ليمونة عصير تاعها، العصير تاع هذه اللي بشرناها درناه هنايا. ولازمنا الزيت، دوك نعبر لكم، ولازمنا لا شابلور، خبز محمص ومرحي. تحبوا الخبز تاع الدار تحمصوه وترحوه في الماكينه كيف كيف، انا شريته مخدوم لا شابلور. ولازمنا السكر، وهذا باش ديكوريو من الفوق، لوز افيلي. تحبوا لوز، تحبوا دوك نتوما واش عندكم الامكانيات تاعكم. نبداو في التحضير. بسم الله، نبداو نكسروا البيض تاعنا، 3 حبات بيض. واسو حبات تاع البيض نديرو دركا اللوز تاعنا، كأس لوز، ونزيدو نصف كأس سكر، ان فير داموند، ان دومي فير دو سكر، هكذا. دونك نبداو نخلطوهم مليح بالباتور. ما خلطناهم مليح هكا، نضيفو المغرفة تاعنا تاع الزبدة، فوالا، ونزيدو نضيفو الزيت. الزيت ما نعمروش الكاس، دوك نوريكم. هكذا نديرو نص كاس زيت، ان دومي فير دو لويل، une cuillère à soupe de beurre. Voilà. تبعوا مليح المقادير. الكاس اللي عبرنا به اللوز هو نعبروا به الشابلور، هو نعبروا به كلش. ونزيدوا هذا عصير ليمونه، ان جوس سيترون، ونزيدوا المبشور تاع الليمونه. لازم تبعوا مليح المقادير، وصفة سهلة وبنينة بالبزاف، تجربوها ما تندموش. دوك نزيدو نخلطو، درك نضيفو الكأس نتاع الخبز المرحي، لا شابلور، ان فيغ دو شابلور. ها فرغنا الكأس، ودركا نضيفو الخميرة الكيميائية. نزيدو ان باكي دو سكر فاني، الفانيلا، ان باكي دو بيغ، ان باكي دو سكر فانيلا. دركا نزيدو نخلطو، بعد ما خلطناها مليح بالباتور تاعنا، هاو القوام، شوفوه كيفاش يجي، ما يجي ثقيل ما يجي خفيف. ها فوالا كيفاش يجي القوام، ساهل. ها تبعوا المقادير، توجو كاس واحد اللي تعبروا به، واش عليه لا كان كبير ولا كان صغير، على حسب الافراد اللي عندكم في الدار. ليسونسييل توجو هذاك اللي عبرتوا به يبقى توجو هو اللي تخدموا به،
هذا هو بقى. راح ندهنوا المول تاعنا بشويه زيت، ولا حبيتوا زبده كيما حبيتوا، انا ندير قطره زيت تكفي. ندهنوه بالبانسو ولا بيدكم، هكذا دهنوه مليح. فوالا دهنوا مليح الاطراف باش ما يسقلكمش، كي تقسموه يجي ساهل. وهذا علاش درت لكم نص كاس سكر، على خطر راح يتسقى بالقاطير بالعسيله. هذا هو، هانا دهنا المول تاعنا مليح. دوكا نفرغوه هنايا. هذه الوصفه سهله جدا، لما واحده عمرها ما طيبت تولي تطيبه، يجيها ساهل وبنين بالبزاف. وشتو المقادير تاعها ماشي بزاف، تحبوا ما تبدلو، ما ديروش ثوم اللوز، تحبوا ديروا جوز الهند، تحبوا ديروا فول السوداني، الجوز واش حبيتو. هذا خبز تونس ولا اروع، بنين بالبزاف، تسقمو السطح تاعو هكذا كيما راكم تشوفوا راني ندير. فوالا بعد تخبطوه هكذا باش يتسقم لكم. فوالا ودركا نديروه في الفوغ 180 درجه نصف ساعه، وكل شالاك تورمونت، وكل وحده على حساب الفور تاعها. دوك انا عندي تاع التلسيتي، كاين اللي عندها تاع الغاز، تعسي حتى تخبر لكم مليح وتتحمر من الفوق، طفي الفرنو ونسقوها بالعسل بعد الحين. هاو طاب خبز تونس تاعنا، شوفوا كيفاش جا محمر، لازم يكون هكذا. دركا هذيك القطير تاعنا العسيله تاعنا فرغناها هنايا، طيبناها ونديروا لها المازهر. هنا انا درنا لها زوج ملاعق مازهر. دوك رايحين نسقوه، لازم القطير تاعنا يكون بارد وخبز تونس تاعنا يكون سخون باش يشرب لنا هكذا. هاك تشوفوا كيف يشرب، ها لازم تسقوه مليح يشرب. تبقاو تزيدوا له حتى كي ديروا له هكذا تشوفوه معمر بالعسيله، يخرج لكم شويه من الفوق معناتها او شرب مليح. ونزيدو نزينوه باللوز، لازم تسقوه بزاف هكذا. الا درتوه بالنوات كوكو بجوز الهند تزينوه بجوز الهند، الا درتوه باللوز زينوه باللوز، ولا درتوه بالفول السوداني زينوه بالفول السوداني. هذا هو، نخلوه دوك يشرب مع نقسموه حتى تبرد باش نقسموها وتشرب لنا مليح هذاك القاطي العسل تاعنا. نديكوريوها بلي زامون ديفيلي بعد الحين. دوكا نقطعوها بعد ما شربت وبردت، هكذا. وصفة سهلة وبنينة بزاف وتوجد لكم بيفي. إذا كان الفور تاعكم يطيب بيفيه تاعت الكهرباء فريمون توجد لكم، بالك نقول لكم في 15 دقيقة، ولا كان أغاز قادر حتى 30 دقيقة صديق. دوك نفد لكم حبة وتشوفوها، دوك نحو نتاع الأطراف. باش نقدروا نجبدوها دوك هذه تاع الأطراف. تاع الوسط تاع الاطراف توجو حنا ما نحطوهمش للضياف، نحطو تاع الوسط. شوفوا كيفاش جات شاربه العسل روعه راهي. شوفوا كيفاش تجي
لازم تشرب مليح السيرو القطير وتجي ولا اروع. راهي هاي وجدة الوصفة تاعنا، جات رائعة. هاي بيان دوغي ذهبية اللون، زيدناها باللوز، رقائق اللوز. هاي كيفاش جات، مسقية بالقطير بالعسل، شوفوا هاي تجي روعة. جربوا الوصفة ورجعوا لي في التعليق، ما تنساوش الاشتراك في القناة باش يلحقوكم وصفات جديدة، وإلى الملتقى إن شاء الله.